إن صلاح الأمة متوقف على صلاح بعض رموزها وقياداتها، ومن أبرز ذلك الفقهاء والأمراء. بهذه الكلمات كان آية الله الشيخ حسين الراضي يصنع واحدا من الدروس الخالدة في إحقاق الحق ورمي الباطل وأهله بالموقف الصريح الذي لا يعرف اللف ولا الدوران، ولا يؤمن بسياسة فن الممكن والانحناء أمام السيافين والقتلة. أعلنها صرخة مدوية، إذا كانت جريمة حزب الله قتاله للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين وقتاله للتكفيريين الداعشيين فأنا مع حزب الله. كلمات هزت عرشاً مهزوزاً ينخره القمع والخرف، كلمات أرعدت رعد الشمال وهزئت بعواصف الحزم والحسم. فأرسل آل سعود أكثر من 20 آلية عسكرية وحاصرت بلدة الرميلة بالإحساء لتعتقل الشيخ الوقور الصبور، ظناً منهم بأن إخفاء صوت الحق يمكن أن يخلي لهم الطريق لإشاعة الفساد والاستبداد وإسكات أهل الحق. إلا أن آل سعود الفاشلين في كل مكان يفشلون في الداخل أيضا. واترك اليمن وسوريا وليبيا والبحرين وشأنهم، وكل يعمل على شاكلته، وتعالي إلى إصلاح داخل المملكة على المستوى الاقتصادي المتردي والمستوى الثقافي والفكري والديني والاجتماعي والأمني المتدهور. منذ البدء كان يدرك الشيخ الراضي بأن هؤلاء يفشلون كلما زادوا قمعاً وإجراماً، ومنذ إعدام الشيخ نمر النمر أراد الفقيه المحقق أن يسجل الموقف الحاسم الحازم الذي يري القتلة بأن مشانقهم لا تخيف الأحرار ولا تهز لهم طرفة عين. وإلا لماذا أعدمته؟ هل أعدمته لأنه سبها وتطاول على شخصياتها؟ أو أعدمته لأنه انتقدها في تصرفاتها في بيت المال بلا حساب ولا كتاب، أو لعلاقتها الداخلية والخارجية والتمييز الطائفي والمذهبي؟ كسر الشيخ الراضي الصمت وثقافة التردد وأراد أن يثبت بالقول والفعل بأن الإمعان في القمع لا يولد إلا عزيمة جديدة ضد الظلم، وأن الاستمرار في نصب المشانق لا يجبر الرقابة على الانحناء والركوع للظالمين. وهيهات للعمامة التي تربت في مدرسة الشهيد محمد باقر الصدر أن تنكسر أو تخضع لعبيد إسرائيل الصغار.